أكثر حاجة معناتها أكثر ديما أكثر، يا ربما أكثر خاطر وجهة. معك برشا وقت، أكثر وجهة ديما للمرواح باش يعيدوا بحذا عائلاتهم وأهاليهم وإن شاء الله يعيدوا مبروك بطبيعة الحال. وقتاش الضغط على الخطوط هذايا معناتها اليوم أكثر معناتها الإقبال على الواجهات؟ هي معناتها باش تكون ابارتير من اليوم معناتها الجمعة، خاصة غدوة معناتها ما بدات هي من اليوم ديجا، وإحنا في إطار الاستعدادات لتأمين النقل معناتها لهنايا بالمناسبة هذه معناتها قديمة بالشراكة ما بين الاتحاد الصناعي والتجارة والغرفة الوطنية تمثلها مع وزارة النقل لتسهيل معناتها ولدعم الحريف باش يروح لجهته والعائلات كيف كيف باش يعيدوا في معناتها ويروحوا مرتاحين. دونك يتم الترخيص من طرف وزارة النقل بسعر الأجر الواجب بصفة استثنائية للقيام بالطبيعة يعني بسفارات استثنائية على كامل تراب الجمهورية، ومن دون التقييد معناتها بين منطقة جولان اللي في بطاقة الاستغلال نتاعو، ومن نهار الجمعة 14 اللي هو اليوم حتى نهار 4/19. ولهنايا معناتها احنا الما والفنا بها وولينا معناتها احنا بدا قبل بنهارين ثلاثة نبداو نعملوا كيما نوع من رسكلة ولا أوبيان رؤساء الغرف على في الجمهورية الكل يتقابلوا معاه منظور يوم ويفسروا راو بالمناسبات هذوما وين فما الكثافه، بالعكس نوريو احنا الحاجه الباهيه يعني نقول ديما نوصيو على الكهرباء خاصه يلزمها تكون نظيفه، معناتها كل الكلام اللي دخل علينا الغالب خاطر ما يمثلش والشاذ ويحفظ ولا يقص عليه بالطبيعه موجود سخير البيت في كل بلاصه، راهو معناتها نلتزموا رانا بالتعريفه ويستحيل اللي نسمعوه ونراوه هذاك راهو يمثلوا اشخاص، راهو ما فيش احنا رانا 12000 عرب مثلا اللواج فقط تاع فما متقدم يعني نجم نقولوا 24000 ما بين سائق وزوج سواق يسوقوها، دونك راهو باش تلقى 100 ولا 200 هيك راهم ما يمثلوش الاغلبيه، دونك ناكدوا ونعاودوا حتى على الحريف راهو كي يطلب منكم السائق يعني التعريفه مش معناتها حاجه زايده، راهو بالوقت عندنا احنا من يمثل الغرف في محطات الجمهوريه في المناسبات هذوك الكل، فما المراكز الشرطه الموجوده في وسط المحطات الكبرى كيف كيف في السنيه ما ترانا بالعكس ما ترى هذاك راهو ما يمثلناش وراهو يلزم يكون حتى كلوندستان. دونك في وسط هذا الكل نوصيو كيف كيف خاطر نوليو فما اكثر خدمه، فما اللي دخلوا صغار يخدموا شوفر جدد يحبوا يجريوا نوصيو له راهو سواء تجري ولا ما تجريش راهو تقعد الدوره نتاعك هو بيدو حتى تجريش 200 في الساعه وتخلط بعد بدرج راهو اللي يخلط المحطه مولا الدور هيك باش يعاود ينقل حرفاء شيء هيك ويرجع. دونك نوصيو المهنيين ومنظورين الكل معناتها التعامل ربما يا سيدي اكثر من العاده نتاع وسط العام خاطر فما علاقه ديجا علاقه افقيه هو وقت احترام متبادل بين الحريف ونعرف الطلبه خاصه والا اللي يعملوا كل يوم يمشي ويجي ونافات وليس فما كيما العلاقة حتى على معناتها علاقه نتاع عائليه واللي تربط السائق اللواج بالحريف معناتها وهذا الكل نعرفوه في الجمهوريه والحمد لله معناتها عندنا ثقه الحرفاء نتاعنا هذيك رسمين والحمد لله معناتها بقدرة ربي. دونك أختي العزيزة أنه في المحطات الكل باش يلقاو الكراهب موجودة حتى في حالة الانتظار بتاع راهو بالانتظار ما يفوتش ماكسيموم ربع ساعة ماهوش يستناو برشا ربع ساعة وتلقى النقل متوفر إيه معناتها راهو في الثنية ما يلوش على حاجة أخرى خاطر ربما في المحطات في اللي زك مش في اللي زك يعني نقولوا احنا في الجوانب ولا في الهامش نتاع المحطات باش تلقى اللي النقل يعني الكلوندستان اللي بدون شيء يسمى الكلوندستان اللي نعرفوه ما احنا من غير لا رخصه من غير حتى شيء باش ينقل الحاله هيك ما يمشيوش معاه. دونك ردوا بالكم راهو ما عندوش اسيرونس تخولوا بالنقل حمل الاشخاص ما تردوا بالكم تستناو درج ربع ساعه وتخلطوا في امن وسلامه وان شاء الله خير من اللي باش تخمروا. دونك هذا ان شاء الله بقدرة ربي راهو متوفر النقل اللي ناكد عليه في الجمهوريه الكل راهو النقل متوفر الحمد لله يعني الحمد لله ان شاء الله ربي يوصل الناس كل سالمين وتحياتي لكل سواق اللواجات وحيده وحيده سلامتك.